تقوم الإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة في منظمة الانتربول حاليا بتنظيم البرنامج التدريبي الأول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا البرنامج التدريبي تميز حاليا بالمشاركة العالية التي قدمتها دول الإقليم، حيث ضمها ممثلين عن أجهزة الشرطة والجمارك والنيابة العامة من 15 دولة عربية، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئات الإقليمية العاملة ضمن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. برنامج العمل كان غنياً بممثلين عن هذه الهيئات الإقليمية، بالإضافة إلى مشاركات من الشركات الصناعية الكبرى التي تقوم بحماية علاماتها التجارية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه البداية كانت بمثابة محطة انطلاق لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما أنها الأولى والتي تعقد حالياً في على أرض المملكة المغربية في مدينة مراكش. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن شكر منظمة الانتربول وشكر الإدارة الفرعية لمكافحة السلع غير المشروعة للمملكة المغربية ممثلة بالشرطة القضائية ورئيسها السيد عبد الحميد الشاذلي للجهود وحزم التنظيم والمساعدات التي قدمتها لمنظمة الانتربول من خلال تنظيم هذا البرنامج التدريبي. تميز البرنامج التدريبي بالمشاركات الفاعلة التي قدمها المشاركون من خلال خبراتهم ومن خلال المستوى العالي الذي توصلوا إليه. تضمنت النقاشات عدة اقتراحات ممكن أن تثمر في المستقبل عن مبادرات سوف تفيد وسوف تسرع من عملية الحد من هذه الظاهرة والحد من الاتجار بهذه السلع غير المشروعة. ما زلنا نضع نصب أعيننا العمل وضرورة البدء بحملات التوقيف والقبض، حملات التوقيف والقبض التي يجب أن تستهدف الأسواق أولاً وتستهدف الأشخاص الذين يقومون بالإتجار بهذه السلع وإدخالها إلى دول الإقليم. هذه الحملات ما زلنا في نقاشات وفي اتصالات مع عدة دول عربية من أجل تنسيق موعد أو فترة زمنية محددة يتم من خلالها البدء بعمليات التوقيف والتفتيش والقبض والإتلاف في النهاية. هذه الحملات سوف تقدم خدمات لمواطني هذه الدول، ستقوم بتأمين الحماية المرجوة لهم من الأخطار التي توفرها هذه السلع، ستقوم بحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الاقتصادية التي تنشأ عن هذه السلع غير المشروعة. أكرر في هذه المناسبة شكري لجميع الدول التي أرسلت والتي أوفدت أشخاص على مستوى عالي وعلى مستوى كبير من الخبرة والدراية في هذا المجال من مكافحة الجرائم.